طفلة. الإجماع يقول، نقل الإجماع على أن الله عز وجل فوق سماواته السبع، فوق عرشه دون أرضه. فما المقصود بهذا الإجماع؟ أن الله عز وجل هو نفسه بذاته فوق العرش ولا مكانته دون الأرض؟ قالوا فوق العرش دون أرضه. يا أخي كم مرة نعيد الكلام؟ كم مرة نعيد الكلام؟ أولا هذه عبارة وجدت في كتاب رسالة أهل الثغرة، وهذه رسالة لا ليس في هذا. أنا أستاذ وليد لا نتكلم في إجماع ابن حسن، في الإجماع الذي نقله القيرواني والذي نقله قوام السنة الأصبهاني. طيب إيش هو الإجماع؟ إجماع إيش نص إيش؟ طيب هذه مثل العبارة الموجودة في رسالة أهل الثغرة، مع أني أصلاً هي أصلاً هذه المالكية نقلوها عن القيرواني وعن رسالة هذه ابن مجاهد اللي نسبت يعني خطأً ممكن لأبي الحسن الأشعري، وهؤلاء كلهم مالكي، حتى الأشعري قيل أنه مالكي، لكن كل الشراح على الرسالة والعقيدة القيروان كلهم قالوا هذه هنا الفوقية، على إما على التفويض أو التأويل. وأنا لي محاضرة على قناتي على اليوتيوب، فوقية إما هذه يفوض معناها إلى الله أو أنها بمعنى الفوقية، فوقية العلو والرتبة. عز وجل قسم السبع فوق عرشه دون أرضه، هذا النقل نقله القيرواني وكذلك قوام السنة الأصبهاني أيضا نقل هذا الكلام، وأبو الحسن الأشعري، وتوجد لابن أبي عاصم في كتابه السنة أيضا قال بهذا اللفظ، ما نقل إجماع لكن نقل هذا القول عن السنة والجماعة. ما المقصود به فوق عرشه دون أرضه؟ ذات الله تبارك وتعالى أم مدته؟ إن كانت فمعنى الإجماع أن الله عز وجل له سماوات دون الأرض، هذا باطل. وإن كان مقصود به ذات الله تبارك وتعالى، هذا هو مذهب السلف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أعرف من أين نبدأ، يعني أنا ما يعني قلت لك أن أحلتك إلى محاضرة لي عن رسالة أهل الثغر وذكرت كل الاحتمالات فيها والتفصيل، ولست أنا بحق، لست لا لا لست ليس عندي وقت حتى أعيد وأزيد. شوف يا أخي الكريم، شوف أنا أقول لك باختصار، اترك أستاذ، ما المقصود بهذا الإجماع؟ من فوق السماوات المكان. شوف يا أخي الكريم، شوف لألك شغلي، حتى أول شيء تعرف محل النزاع، أنت تعرف محل النزاع في هذه النقطة قبل أن تناقش وتجادل وتناظر وتأخذ وترد، تعرف أين محل النزاع؟ إذا تعرف تفضل قل. تعرف محل النزاع أين هو؟ نعم، النزاع أيوة، يثبت أن الله عز وجل بذاته كما قال الحارث المحاسبي. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي، يا أخي شوف لعلك، النزاع ليس في الفوقية ولا في الرفعة ولا أنه في السماء ولا أنه فوق السماء، هذه عبارات هذه يطلقها بعض الأشاعرة من المتقدمين والمتأخرين يعني على حد سواء. ليس هنا النزاع، النزاع هل لله مكان وحيز وجهة وهل هو جسم، هذا هنا النزاع. فأنت ليش عم تأخذنا إلى ما إلى 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 أمور أخرى؟ خلاص، لا مكان، أخذنا إلى الجهة العدمية والمكان العدمي، خلاص نحن نقول لا، الله لا في مكان، وأنت تقول في مكان عدمي. إيش يعني مكان عدمي؟ تستطيع تتصوره يعني هل هو موجود أم معدوم؟ إذا كان موجودا فهذا تناقض، كيف موجود كيف عدمي؟ وإذا كان معدوما فكيف علو حسي وكيف عدمي؟ أنت تقول هذه فطرة، هذه فطرة الناس جميعا، أين فطرة الناس؟ كيف مكان وجودي؟ لا يا أستاذ، هذه المخلوقات، هذا العالم له نهاية، هذا العالم لا ما شوف
شوف يا أخي الكريم، شوف يا أخي الكريم، أنت تريد تتبع القواعد التي أنت وضعتها، إنه نحن نقول بما قاله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ونقول بما جاء في الكتاب والسنة، ولا نتجاوز القرآن والحديث، ولا تريد أن تأتي بمصطلحات من عندك؟ هل الصحابة تكلموا في هذا الأمر؟ يا أخي، أي نعم، وين الصحابة تكلموا في هذا، أنه هو في مكان عدمي؟ وين من قال بهذا من الصحابة؟ بالمكان، المكان، انتبه انتبه، المكان. حديث مضطرب وضعيف، وأنا بينته في محاضرة لي هذا، وإسرائيلي أيضا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي أعرف محل النزاع أين؟ بعدين هذا حديث ابن مسعود، هو يتكلم عن الفوقية فقط، نحن نتكلم عن المكان، عن الجهة، عن التحيز، ثم نتكلم لحظة شوي، ثم هذه بذاته من كيسك، هذه قالها الذهبي، هذه من كيسك، هذه ما ليس، لا يوجد في الفيلم. وليقل من قال، انت هكذا تخالف مذهبك، انه نقول نثبت ما اثبته الله لنفسه باللفظ الذي اثبته الله لنفسه، ولا نتجاوز القران والحديث، وهذا استدراك على الشارع، هذا استدراك يا اخي، لحظه شوي، هذا استدراك على الشارع. انت ستزيد كلمه، انا سازيد كلمه، ها أنت ستقول استوى بذاتي، أنا أقول استوى بقهري، أنت تقول استوى معنا بعلمي، أنا أقول لك معنا بذاتي، إذا ستزيد أنا أزيد، لا تبيح لنفسك ما تحرمه على الآخرين، إما تلتزم بنصوص الكتاب والسنة كما قال ابن تيمية باللفظ الذي أثبته الله، لا نزيد ولا نتجاوز الكتاب والسنة، وكما قال الحميدي، نقول استوى على العرش، لا نزيد عليه ولا نفسره، ومن قال غير ذلك فهو الجهمي. هذه نقلها ابن تيمية في كتاب الفتاوى عن 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 الحميدي. غير صحيح، غير صحيح يا أخي، غير صحيح. إيه السلف؟ هذه رويت عن مجاهد، وهو نفسه روى عنه، جاء عنه بنفس هذا السند، ابن أبي نجيح عن ورقاء، عن ابن نجيح عن مجاهد، استوى على، وجاء عنه أنه يوم يوشف عن ساق، يعني عن شدة، فجاء الهلال فضعف هذا الحديث عن مجاهد في تأويل الساق، فنسف رواية على استوى على، لأنه بنفس السند جاء دمشقية فأخذ برواية استوى على وترك. لا تقل عن السلف، لا تقل عن السلف، قل فقط مجاهد قال وبنفس هذا السند، ورد عن مجاهد تأويلات كثيرة أنتم رددتموها، ورد عنه أنه أول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأولها بأنها منتظرة بيبيع. وهذا الذي عن أبي العالي، هذا أنه استوى ارتفع، هذا أصلا خالفه ابن عثيمين، وقال لا، هنا استوى إلى السماء، هنا المقصود به قصد، وليس المقصود به ارتفع ثم استوى، سواء قلت على أو ارتفع، هل هو كان نازلا حتى على وارتفع؟ أنت أصلا تقول ما زال مرتفع، ما زال عاليا على جميع خلقه، هذه نص عليها ابن تيمية. البغوي رحمه الله يقول على وارتفع، وهذا قول جمهور السلف. اي، لكن ليس ارتفاعا حسيا، وليس ارتفاعا مكانيا، لأنه هو أصلا عن مجاهد، أنا لي أيضا على اليوتيوب، أتيت استقرأت مواطن العلو، أنا هي كذا كذا، هذا أرسل لك على الخاص، على هذا، على الروابط، استقرأت كلمة العلو في الكتاب والسنة، 80% من هذه الموارد
تأتي بالعلو المعنوي. وحتى في كلام مجاهد استقرأت في كلام مجاهد وكلام السلف في التفاسير، هذا لما فسروا أنه أنتم الأعلى وكذا، كل فسروا بالعلو المعنوي. هذا إذا نسبت للبشر فسروا بالعلو المعنوي، ما بالك إذا نسبت لله؟ نحن البشر. نحن لما قال موسى إنك، قال لموسى إنك أنت الأعلى، موسى بشر صحيح، موسى جسم يجوز عليه المكان، ومع ذلك قال إنك أنت الأعلى، قالوا أعلى أي الغالب، ما بالك لو نسب هذا العلو إلى الله. نعم، ما معنى استوى على العرش؟ ما قلنا لك يا أخي، يا أخي شوف، تريد أنت تلتزم بقواعدك أنه لا أقول إلا بما قاله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كما قالها في الحموية ابن تيمية وكما قالها في الفتاوى. أين قال أين مذهب السابقين الأولين؟ أين ما قاله أنه سعيد بن جبير ونقله ابن تيمية أنه ما لم يقله أهل بدر فليس من الدين، ما لم يتكلم فيه أهل، وين هذا؟ أنت يا أخي لماذا أنت لماذا تخدعون الناس؟ أول شيء تقول لهم الصحابة، فهم السلف، مين السلف؟ الصحابة. ليش فهم السلف حجي؟ قال لأن الله أثنى على الصحابة. طيب وبعدين لما بتجي بتجيب لي الدارمي وبتجيب لي أبو خزيمة وبتجيب لي طيب لا أتيك بالدارمي، هل أنت الآن تقر بأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش؟ لم يأتي في الكتاب، ولم يأتي في الكتاب أنه فوق العرش، جاء في الكتاب في القرآن ثم استوى على العرش فقط، هكذا في القرآن. في السنة في هذا قلت لك أنا ليها محاضرة يا أخي، هذا ما 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 في فيها ضعف وفيها هذا. ابن مسعود أنت تقول نريد من الصحابة، ابن مسعود يقول العرش فوق الماء والله. لكن هذا ليس قولا للصحابة، هذا إن صح هذا الحديث إما يكون مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من الإسرائيليات، وأنا وضحت إنه لا، هذا من الإسرائيليات أصلا. إذا صح وقفوا، إذا صح، لأنه هذا مما ليس للاجتهاد فيه نصيب، صحيح؟ يعني ليس لا ابن مسعود لا يعلم أنه ماذا يوجد فوق السماء السابعة والعاشرة والثامنة وكذا، هذا أخذه إما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أخذه عن أهل الكتاب، بين هكذا وهكذا. ثم بعض الروايات ما فيها أصلا، هذه أنا حققت هذه رواية لي محاضرة أنا عليها، هذه لا يوجد فيها قضية أنه فوق السماء أصلا، ولا يوجد فيها فوق العرش، ولا يوجد فيها شيء أصلا. هذه أنت تريد أن تأتيني لك يا أخي، ها يا أخي لا حول ولا قوة، هذا هو حديث مسعود. لا تعال أجيب لك أنا، هل نحن أنه حديث يعهد بإسلام؟ هذا هو حديث أنا خرجته من 20-30 مصدر، لحظة حتى فرجيك إيش رواياته، لسه بيروح بيجيب لي بيقول لي إيه حديث ابن مسعود، والله بعرفه، عملت عليه أنا محاضرة هاي. يعني لا تفكرني انه والله ماني عارفان جاي امبارح من وراء البقر عم بحكي. عم بقول لك هذا حديث ابن مسعود، ان صح ايش معناته ان صح؟ يكون حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما بيكون حديث. هذا راي ابن مسعود. شوف لك انت عم تفهم علي، انت بدك تجيب لي قول صحابي، لما بتجيب لي ابن مسعود قال ثم استوى على العرش، يعني على هذا كلام الصحابي، هذا تفسير صحابي. اما هذا حديث موقوف، اما لا يقال بالاجتهاد، له حكم الرفع، اما انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه، لانه كانوا يتحرزون من الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، او يكون اخذه عن الاسرائيليات، وثبت أن ابن مسعود كان يروي عن الإسرائيليات، وأنا هذا بيّنته. شوف هذه الروايات اللي موجودة، مثلا في رواية التوحيد لأبو خزيمة، هذا الحديث عن ابن مسعود بين كل سماء مسيرة 500 عام، ما فيها شيء أكثر من ذلك. شوف رواية أخرى لاحظ هنا، هذه رواية الأسماء والصفات للبيهقي، هو الكرسي فوق الماء، والله عز وجل فوق الكرسي ويعلم ما أنتم عليه. شوف هنا فوق الكرسي، هنا شوف على الطراب، والعرش فوق السماء والله فوق العرش، شوف هذا اضطراب ثاني، وبعدين بيقول لك والله تبارك وتعالى فوق العرش. ايش في عندك هون؟ في عندك رواية اخرى ما فيها قضية شوف ما فيها قضية وينها هون، ايوه والله لاحظ، والله جل ثناؤه فوق الماء،
في تفسير الطبري هذا، فوق الماء ولا فوق العرش ولا فوق الكرسي ولا ايش الموضوع؟ هيك هذا تقام العقيده بهكذا روايات. شوف انت الذهبي، لكن فيه علل، في عاصم ابي من عاصم ابي النجود، وهذا عمده في القراءات لكن ضعيف في الحديث، او يعتبر بحديثه اذا توبع الى اخره. المهم انت تاتيني يا اخي، لك يا اخي فيه هذا عاصم بن ابي بهدله، هذا انا جبت عاصم بن ابي، هو الذهبي تكلم على ان عاصم بن ابي بلتعه، هذا بلتعه ابن بهدله، ليس هو عمده في القراءات لكن ضعيف في الحديث، او ليس. وهذه هنا انا اثبتت انه يروي الاسرائيليات بن مسعود من وإذا صح الحديث، شو الذهبي قال المقصود هنا بأن، بالمناسبة الذهبي في سير علام النبلاء بالأخير قال: ونفوض معاني حديث الصفات وآياتها إلى الله سبحانه، بالمعنى قال هكذا نفوض المعنى، فلا تحتج لي بالذهبي. تأتي لك يا مسير علام النبلاء قال: نفوض المعنى إلى الله. يا أخي لا، ليش تحب الجدل أنت؟ ليش تحب الجدل؟ ايه الاسناد، ما الاسناد، فيه رجل فيه ضعف، هذا عاصم بن ابي بلتعه، عاصم بن ابي النجود، هذا بيقول لك هو الذهبي نفسه قال حج في القراءات وضعيف في الحديث. ايش بقى ضل بقى بعد هذا الكلام كلام؟ هو عم بيقول لك هذه الروايات مضطربه، في انه ساعه يقول لك فوق السماء، وساعه يقول لك فوق العرش، وساعه يقول لك فوق الكرسي، وساعه يقول لك فوق الماء. ايش هذا؟ هذه عقائد هكذا تبنى. وهنا في روايه المعجم الطبراني الكبير، لاحظ بيقول لك ما بين السماء والارض مسيره 500 عام، ما في اكثر من ذلك، ما فيها قضيه. صحح، لكن لا، لكن لكن لا، لكن هو له روايات متعدده، له روايات كثيره، بعض 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 فوق السماء وفوق او بعض ما فيها. ايه يرتقي الى الحسن، لا، لكن اذا كان بلفظ واحد، اما هذا بمئة لفظ، هذا بمئة لفظ. ثم انا اين الاجماع الصحابه؟ اين هو؟ بدي انا تاتي لي عن الصحابه انه فسروا الاستواء بكذا وكذا، لا يوجد الا عن ابن عباس بسند فيه سلسله الكذابين، هذا السدي الصغير عن الكلب عن ابي صالح، هو نفسه هذا الحاشدي الذي خرج هذا الاثر في سيره في الاسماء والصفات، قال هذا سلسله الكذابين، هذا هو الذي يعني روي عن ابن عباس انه استوى استقر واستوى صعد، وبنفس هذا السند استوى استقر امره استقر امره وصعد امره. يعني يروى الوهابية ماذا فعلوا؟ أخذوا بالروايات التي فيها حمل على الظاهر، وتركوا بالروايات عن عباس التي فيها تأويل الاستواء، لأنه في رواية أخرى استوت عنده الخلائق، مع أنه كلها بنفس السند، الكلبي هذا السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح. فإيش هذه الانتقائية؟ أنت تريد تأتيني أيتيني بشيء بسند عن الصحابي، هو يفسر، ما تأتيني برواية عنه. انا حتى لو ثبتت هذه الروايه عن المسعود، ايه وين تفسيره؟ فين اللي اشوف؟ وين ما معنى فوق السماء؟ يا استاذ الحديث حتى لو ثبتت هذه عن ابن مسعود، اين تفسير الفوقيه؟ نحن مختلفون الان، ليس في قولنا انه الله فوق السماء ولا تحت السماء، لا فوق السماء، لكن ما هي الفوقيه هنا؟ لا حول ولا قوة إلا ما أنا قلت لك من أول الحديث، لا مانع تقول الله فوق العرش، وتقول فوق السماء، وتقول في السماء، وتقول في كل، وتقول في السماء والأرض، لأنه كلها جاءت، هذه كلها جاءت في الكتاب والسنة. مين قال لك ليش أنا، مين قال لك أنا، مين قال لك آه آه مين قال لك أنا أقصد بالفوقية هنا الجهة؟ مين قال لك أنا أقصد بالفوقية الجهة هنا؟
ما انت اول شيء لازم تعرف ايش الفوق. الفوق تاتي في اللغه العربيه، تاتي لا تاتي لهذا وتاتي لذاك. جيب لك الشواهد على ان الفوقيه تاتي بالفوقيه المعنويه والفوقيه الحسيه، ولا تسلم من غير. طيب لحظه، اجيب لك الشواهد بقى، لانه انت الظاهر يعني حديث عهد بلغه وب ما 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 هذا هنا حديث. لاحظ هنا حديث. فوقية الله على عرشه فوقية قهر وغلبة، وليست فوقية وليس فوق وليست فوقية ولي وليست فوقية مكان. كل فوقية كل شيء بحسبه. أنت جسم، فوقيتك فوقية مكان، لكن ما ليس بجسم. ما مثلا لما يقول، لا لما لحظة لما يقول لا لم لما يقول شوف لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام فوق صيام داود، ايش معناته فوقيه هنا؟ خلص لك. لا تقول لا. شوف مثلا، لا لاحظ حديث في البخاري: لا عقوبة فوق عرش 10 ضربات. هذا في البخاري. شوف فوق، لاحظ: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. شوف قال هشام: والنص فوق العنق، ايضا هذا في البخاري. شوف وهو القاهر فوق عبادي. ولما قال لفرعون، ولما قال له ايش في الايه، ايش ذكرني الايه، في ايه في سوره الاعراف: وانتم قاهرون ونحن فوقهم قاهرون. ايش الايه فوقهم قاهرون في سورة الأعراف؟ شوف نستحي نساءهم. قال الملأ قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا الأرض وإذا قال آلهة قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. هذا هنا إيش فوقية إيش، مع أنه هذا إنسان، هذا تجوز عليه المكان، ومع ذلك هنا الفوقية فوقية قهر وغلبة وليست فوقية مكان. الفوقية يا أخي الكريم، شوف حسب ما تضاف إليه. إذا أضفت لجسم ممكن بقى يراد بها الفوقية الحسية أو الفوقية المعنوية. حتى لو أضيفت لجسم، مثل هنا أضيفت لفرعون وقال إن فوقهم قاهرون، يعني هنا فوقية غلبة. لكن إذا أضيفت إلى ما ليس بجسم فحتما ليست فوقية حسية. فهمت علي يا أخي؟ فهمت هاي الكلمتين هذول إلا لا؟ شوف فهمت علي هذول الكلمتين. وايضا لما يقول: ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تجزروا نعمه الله عليكم. شوف حتى هذه اضيفت للانسان، اضيفت للبشر. لا تنظروا الى من فوقكم، لا انظروا الى من اسفل منكم، ولا تنظروا الى حديث صحيح مسلم، ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تجزروا نعمه الله. شوف هذا حتى اضيفت من فوقكم هنا. ما معنى قولك الله فوق العرش؟ توقيت غلبه وقهر. فوق. شوف يا اخي الكريم، في الكتاب في القرآن لا يوجد الله فوق العرش، في استوى على العرش، وهذا الاستواء نحن ما أحد ينكره، من ينكره فهو كافر. إيه بس ما قلت لك إنه هذا في القرآن، ما قلت لك أنا هذا في القرآن، أنا قلت لك إنه هذا في القرآن. قلت أنا قلت لك إذا أطلقت إذا أطلقت أو رأيت بعض العلماء يطلقون حتى من الأشاعرة الله فوق العرش أو فوق السماء أو في العلو، هذا لا مانع منه لأنه هذا جاء في الشرع. أي هون بقى إذا ستسأل عن المعنى، أول شيء نؤصل المسألة: هل يجوز، هل هذه الآيات والأحاديث متشابهة، هل نخوض فيها؟ مذهبان: مذهب انه لا تخوض فيها، توكل معناها الى الله، علم بها الى الله، ومذهب اخر تؤولها حسب سياقات اللغه. الان انت مذهبك ثالث ايش؟ كم مره قلت لك فوقيه غلبه وقهر؟ يه ايش انت كم مره تسالني السؤال؟ يعني له
ما قلت لك مكان، انت تعمل مثل دمشقيه. قال كيف تقول هو فوق العرش؟ يعني الله كان مرتبته نازله، بعدين لما استوى صار مرتبته فوق العرش. استوى كما قال في هذا، كما قال في بيت في بيت الشعر هذا، استوينا عليه ايش فتركناهم صرعى لنسر. ايوه هذا هو استوى. في 4 أبيات هنا في الشعر من هذا البيت، انه في فلما استوى. هما لاحظ، هذه هنا 4 أبيات. هما استويا بفضلهما جميعا على عرش الملوك بغير زور. هذا بيت أول. في عندنا أيضا بيت طبعا أنه استوى بشرا العراقي من غير سيف ولا دم عراقي. وفي عندنا أيضا أنه فلما علونا تركناهم لنسر وكاسر. وين هذه؟ أنا لحظة شوي. نعم صحيح. ما هذه المغالطة اللي انتو في الأخير بتعرف ايش رجعتوا عملتوا. انتو في الأخير جعلتوا هذا العالم ظرف مظروف في داخل الله سبحانه وتعالى، لأنه طالما أنت تقول هو في السماء والسماء محيطة في الأرض، فصرنا كلياتنا الآن صرنا داخل الله سبحانه وتعالى. ما هو ماذا أول شيء تحدد؟ هل هو ذاته جسم؟ إذا جسم طبعا إما سيخلقه في ذاته أو خارج ذاته. إيه خلاص. لا ليس جسمًا. لا ليس جسما، معناته ما لا يجوز ان تقول متصل منفصل داخل وخارج. هل يجوز ان تقول الله خلق هذا الشيء داخل رحمته ام خارج رحمته؟ هل يجوز ان تقول هذا الشيء خلقه الله؟ ها؟ ايش هو خطأ؟ ايش هو سؤال؟ لا 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 هذا ليس صحيح. انت ستقول لي هذا في كلام احمد في الرد على الزنادقه، اللي قلنا اصلا هذا الكلام رددنا عليه وقلنا هذا الكلام غير الكتاب كله على بعضه. قال الذهبي موضوع على الامام احمد. طيب بس خل جاءتني. شوف يا اخي الكريم، شوف انا ما قلت لك لاخذ بالذهبي، انا ما قلت لك، انا قلت لك انا ما العقيده لا يوجد فيها تقليد. اذا بتجيب لي، شوف مو بتجيب لي الذهبي، اذا بتجيب لي الاشاعره المتقدمين والمتاخرين الا يقنعوني بشيء لا اقتنع به طالما ما في عليه دليل. اذا بتجيب لي الاشاعره، اذا بتجيب لي السنوسي، اذا بتجيب لي الباجوري، اذا كل هذا ما باخذ فيه انا الا اذا ما. ليش؟ لانه عندنا أن العقيدة إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. ما بيصير تأخذ العقيدة لا عن الأشاعرة. شوف مو أنا أشعري، أنا بقول لك أنت وهابي أنت سلفي، ما بيصير تأخذ العقيدة عن الأشاعرة. شوف أنا مو عم بقول لك أشعري، ما بيصير. أنت يجب أن تأخذها بالدليل من الكتاب والسنة والمعقول، لا تأخذها لا عن الأشاعرة ولا عن غير الأشاعرة، تأخذها بالدليل. إذا ما اقتنعت بالدليل، وحتى لو اقتنعت بغير الحق، حتى على مذهب ابن تيميه يقول لك خلص، اذا حتى في مسائل العلميه اذا اجتهد واخطا فهذا ذنبه مغفور، حتى في المسائل العلميه. شوف كلمه بذاته هذه بدعه من عندك من كيسك، هذه ما قالها الصحابه. اذا انت حريص على الصحابه، هذه ما قالها الصحابه، هذه من كيسك انت. أولا نقول له أنت الآن حتى عن مذهب الصحابة أولا، ثانيا قل له ماذا تقصد بذاته؟ بذاته هل ذاته عندك جسم؟ إذا جسم خلص أنت مجسم قبل أن تقول استوى بذاته. ولا
ذا 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 لا خلاص، ليس بجسم، انت مفوض معناتها. انت ليش عم تعمل كل هالشوشره هاي؟ ليش عم تعملها؟ انت مفوض، انت طبعا له ذات، طبعا له ذات. هذا من كيسك. انا الاسماء والصفات توقيفيه كما اسس ذلك ابن عثيمين في القواعد المثلى وغيرها. ما في ما لا، هذه ليست في الكتاب والسنه وليست من عقيده الصحابه. هذا اكثر من هيك ما بقول لك. بجوز بعض المتاخرين، بعض السلف، بعض الناس قالها من السلف او الخلف، هذا هو على مسؤوليته. بس انت تريد العصمه، خلاص خذ بالفاظ الكتاب. اذا هو يقول ليس بجسم، خلاص هذا نقول مفوض. لا، ليس تجسيما، لا. ايه، حتى ولو قال طالما الله ليس بجسم، خلاص ما ليس تجسيما، لانه هو التجسيم. اي التجسيم لما تقول الله جسم. اما اذا ما قلت، اذا قلت لا ليس بجسم، اذا قلت ليس بجسم، اذا الوهابيه ليسوا مجسما حينما يقولون تبارك وتعالى ذات لقوله سبحانه وتعالى وهذه الذات فوق العرش. ايه بس يا مولانا يا شيخ عبد الرحمن، الوهابية ما نفوا الجسم. الوهابية يقول لك النفي، هذا الفوزان بيقول لك النفي بدعة، لا، ما بصير تنفي الجسم عن الله. لا، ما هذا المقصود. إذا عقيدة الوهابية عقيدة صحيحة. إذا نفوا الجسم. نعم، يقولون الله ليس بجسم ولكن الله له ذات تليق به ولكن. طيب والفوزان لما يقول لك نفي الجسم هذا 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 بدعة. هذا يقصد يا أستاذ، ما يقول أن الله جسم، لكن يقول أنت لا تنفي ولا تثبت إلا بشرع، إلا بدعة. أيوة، منين جبت له لك؟ منين جبت له هاي بذاته لك؟ منين جبت استوى بذاته؟ هل في الشرع فيه استوى بذاته؟ يا سلام عليك. أنت منين جبت هاي؟ القول بأن الله، إن الله بذاته على العرش بدعة. نعم، ما هي البدعة؟ البدعة ما ليس في الكتاب والسنة ولم يقل الصحابة. ما وين هذا في الكتاب والسنة والصحابة إن الله بذاته على العرش؟ يبقى أنا الآن إجاني اتصال، أنت الظاهر سابقك مطول كتير. الجيلاني لا، مو مبتدع، لأنه هو ينفي الجسمية عن الله. إيه بس هو بنفس الغنية، بنفس، أنا سأعقد عليها مجلس، في نفس الغنية يقول ليس بجسم، ينفي الجسمية عن الله. أقول لك الذي ينفي الجسمية، استوى بذاته، هذه كلمة بذاته من كيسه. حتى على كل، هي فيها كلام، هذه كتاب الغنية، هل هو ثابت وهل هو كله ثابت أم لا؟ أصلا المحارس المحاسبي فدعه أحمد، وصل تعرف أنت القصة الطويلة بيناتهم. يعني أنت ليش عمال بتجيب لي شغلات أصلا؟ شوف ايش بيقول لك الفوزان، بيقول لك فقوله ننزيه عن الجسمية والشكل والصورة، هذا ليس من مذهب السلف. هم ينفون ما نفاه الله عن نفسه، ولم يرد نفي الجسم والشكل، فهو وأمثاله من النفي المجمل. طيب إذا رجعنا إلى ما ورد، إلى ورد ولم يرد، ما ورد بذاته، كيف أنت كيف عمال عم تنتقي؟ يعني أنت لما الشغلة ما بتعجبك، واحد قال ليس بجسم، تقول له وين، منين جبتها ليس بجسم؟ هذا ما ورد في الكتاب. طيب بذاته، قلت لك مبتدع، اعوذ بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انت مفكر انه هيك نحن رمي الناس بالبدعه والشرك والفسق والكفر سهل، مثل الوهابيه هيك، مثل انا اقول لك يا اخي، انا اقول لك هذا الكلام، القول بانه بذاته، هذا لم يرد في الكتاب والسنه وعن الصحابه. بتحب تسميه بدعه كان بها، ما بتحب تسميه بدعه كان بها، بس هو ما ورد شيء. ما قالوا، لا ما قالوا،
وكيف الأو... وكيف وكيف ولحظة وكيف الأشاعرة قالوا الله كلام نفسي، بس ما الصحابة الأشاعرة ما قالوا إنه هذا قول السائل. إيه بس أنا ما أقول بأنه هذا قول الصحابة، أنا أقول بأن بالكلام النفسي. ولا لكن أنا لا ألزم به الناس، أنا ألزم الناس بما في الكتاب والسنة وأقوال السلف. لكن هذا أنا لي لحظة لي لا أنت لا تلزم، لا أنت، أنا لا ألزم به غيري، لكن أنت تريد أن تعتقد بأنه بذاتي، أيوة تعتقد لك ما تشاء، لكن لا تلزم الناس به، عرفت؟ أنت لو نحن نصل إلى هنا، لو نصل إلى هذه النقطة، لحظة شوي، ما أنت كوهابي، أنا عم ناقشك بقواعدك اللي أنت عمال تبني عليها، بقول لك أنت عم تقول إنه أنا لا أقول إلا ما قال الصحابة السابقون الأولون، وأنا لا أقول إلا بما قاله أهل بدر، وأنا ثم بعدين تجيب لي كلام الدارمي وابن خزيمة والقيرواني وبتشري وبتغري. و ايه وين بدي اجماع على ان الله له مكان في السماوات او فوق السماوات؟ قالوا الله فوق السماوات السبع فوق دون ارضه. ما هذا ما يفيدك بشيء، لمن شيء واضح ويفسر الفوقيه. ما تريد الجواب؟ اذا اول شيء نحن اعطيني اجماع في محل النزاع. انا عندي انا عشرات الاجماعات على ان الله لا يحده زمان ولا مكان وليس بجسم وموجود على موقعه. اذا هل تسلم؟ انا ماني ملزم افسر لك الاجماع، مين لك انا ملزم انا افسر لك الاجماعات؟ انا ملزم انا افسر لك اجماعات؟ أنا الملزم به هو الكتاب، لفظ الكتاب وما صح من حديث رسول الله وما أجمع عليه الصحابة فمن بعدهم. أما مسألة ما تكلم فيها أحد من الصحابة، نعم نحن احتججنا عليه وتريد نحن نعقد عليه مناظرة في موضع آخر. احتج عليه الباقلاني في كتابه الإنصاف، أتى بآيات كثيرة واحتج على ويقولون في أنفسهم وكذا، يعني هذا أيضا من نزيد القيرواني وقوم السنة أيضا استدلوا على هذا بآيات استدلوا، لكن وين بدي أنا أريد المحل النزاع، أين المكان؟ بدي قضية المكان. أنت تعرف الأشاعرة إمتى بيحاسبوك أو إمتى بيردوا عليك؟ إذا قلت لله مكان. أما إذا تقول فوق السماء قل ما شاء ما تشاء، تقول في السماء قل ما تشاء، إذا تقول معنا قل، إذا تقول الله، إذا تقول الله معنا قل كما تشاء، هو معنا، هو في السماء قل كما تشاء، هو في السماء والأرض. لحظة شوي، لو سمحت لي بارك الله فيك، هذا الإجماع الذي يقول أن الله فوق السماوات السبع فوق عرش دون أرضه، ما المقصود به؟ علو المكان أم علو الذات؟ أنت أقول ما بقى. أنت أقول تفضل. أنا أقول علو الذات، أنت الذات لكن ليس بجسم. يعني لا حول ولا قوة. أنا ما أقول جسم يا أستاذ، أنا ما أقول جسم. معناته أنت مفوض، أنت مفوض، وأنت عم أنت تقاتل في غير وغاية مولانا يا شيخ عبد الرحمن. أنت تقاتل. ما ها 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 هذا طالما أنت شوف طالما أنت تقول الله ليس بجسم، خلاص أنت خرجت من ربقة التجسيم، أنت لست مجسم. تقول بقى فوق السماء داخل، تقول فوق السماء داخل السماء في الأرض في السماء والأرض، كل هذا ليس تجسيم.
كله ليس تجسيم، التجسيم إذا التجسيم حين لاحظ التجسيم إذا قلت الله جسم، إذا قلت الله ذات ثلاث أبعاد طول وعرض وعمق هذا هو التجسيم. أما إذا تقول في السماء استوى على العرش له يد له قدم كل هذه طالما أنت تنفي الجوارح وتنفي الجسمية على الله فهذا ليس تجسيما. وأنا بعتقد لهون ويكفي لأنه أنا عندي شغل، يعني أعطيتك 40 دقيقة، يعني في عندك شيء إضافي أخيرة؟ تفضل تفضل. لا 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 يا أخي أنت بترجع بتجيب لي، هو العلو حينما ينسب إلى الله والفوقية والرفعة لا كل فقط مجرد أن تنسب إلى الله الفوقية أو الاستواء أو العلو فورا تحذف منه قضية المكان. هل أنت تقول هل أنت تقول بأن لله مكان يا شيخ عبد الرحمن؟ هل أنت تقول بأن لله مكان؟ يا أستاذ وليد أنا أسأل عن هذا الإجماع، الذين نقلوا هذا الإجماع يقصدون أم المكانة؟ لا الفوقية هنا فوقية، هو الفوقية إيش يقصدون هذا أمر آخر، لكن الفوقية التي تضاف إلى الله أنا هكذا أفهمها، فوقية هي فوقية فوقية مكانة وفوقية رتبة. وجل فوق سماواته السبع فوق عرشه دون أرضه، فقلنا أنهم يقصدون به المكان فهذا باطل قطع. لماذا؟ لأنهم قالوا دون أرضه، والله له مكان في السماوات وفي الأرض، وهذا الإجماع قطعا على أنهم يقصدون به علو الذات لأنهم قالوا دون أرضه. ولو كانت المكانة أو القهر أو السلطان فالله له علو مكان أو سلطان وقهر في السماوات وفي الأرض. لحظة، شوف يا أخي شوف أنا سأختم بهذه. لا أنا أعطيك، أنا مرة استدل عليه في أحد الموضوعات الوهابي بهذا الذي وقع في كتاب أهل الثغر، قلت له قال أبو الحسن، وهذا دمشقي دائما بردد يقول لك هذا أبو الحسن الأشعري يقول الله في السماء دون الأرض، قلت له أبو الحسن يقول هذا الكلام والله يقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، أنا أقول لك قال الله وأنت تقول لي قال الأشعري، كما تقولون تقول لي قال الله وتقول لي قال أبو بكر وأنا أقول لك قال الله. فحتى أنت لو أتيت بهذا الكلام ما هو هذا منقوط، ما هذا منقوط في تأويل هذا. إذا مؤول، إذا وهو معكم أينما كنتم، إذا باعتراف ابن عثيمين هذا قل لك هذا كناية وتأويل، والألباني وكلهم هذا يقولون به، وأنا هذه عرضت الوثائق آتيك بكلام ابن عثيمين أنه هذا تأويل المعية. لحظة، تأويل المعية. أستاذ أنتم لماذا تنكرون على شيخ الإسلام وعلى الوهابية والحاتم المحاسب يقول بذاته والإمام السجزي؟ تريد أن تزيد، شوف تريد أن تزيد في الكتاب والسنة، إذا لا تقول أنا لا أتجاوز الكتاب والسنة، لا تخدع الناس، تقول أول شيء أنا لا أتجاوز الكتاب والسنة. أنت وكلهم الكتاب والسنة فوقهم. شوف أكثر عبارة، هذا كلام ابن عثيمين في شرح الواسطي، أكثر عبارة السلف رحمه الله يقولون إنها كناية، هذه قضية المعية، إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما شابه ذلك، فيجعلون معنى وهو معكم أي وهو عالم بكم سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم، لاحظ، فيفسرونها بلازمها، مع أن التفسير باللازم إيش هو؟ بيقول لك الترتيب اللازم، اعوذ بالله، هذا كلام الجهميه. شوف هون، شوف هنا في شوف شرح الاربع، ما هو كل الايات والاحاديث المتشابهه في سياقها ما يؤولها.
في شرح الأربعين النووية لابن عثيمين ماذا يقول؟ الوجه الأول أن التأويل إذا دل عليه الدليل فلا مانع منه، فهم السلف أول المعية بالعلم خوفا من أن يظن أن المعية بالذات في نفس الأرض. شوف أبي لك أول المعية بالعلم صفحة 328، يعني إيش الإنكار هذا لهذا ابن عثيمين؟ طيب وكل وأيضا ثم استوى على العرش يدبر الأمر، هاي هذا يدبر يعني تفسير للاستواء. السلف فسروها قالوا على وارتفع. لا هذا فقط عن مجاهد، وعارضه الحميدي فقال نزيد نقول استوى على العرش ولا نزيد ولا نفسره، ومن دعم غير ذلك فهو جهلي. وقال ابن عيينة تفسيرها تلاوتها لا يفسرها إلا الله ورسوله، وفي رواية لا يفسر إلا الله. طيب يكفي هذا القدر، وأشكرك والله أنت يعني رجل فاضل أخبار لأن أنا أحبك جدا وكنت أشرف بي وعم نعيد الكلام، وكنت أنا سجلت محاضرة على اليوتيوب ويكفي.